واشنطن تعزز قدرات الدفاع الجوي بقواعدها العسكرية الموجودة بالشرق الأوسط وتعلن نشر المزيد من القوات بالمنطقة. هذا يعني الجاي ما يطمن. التعزيزات سببها تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي اللي قال بيه أن الولايات المتحدة شريكة باغتيال حسن نصر الله والرد قادم لا محالة. هل طهران راح تنفذ وعدها وتقصف تل أبيب لو تكتفي بالهجوم على القواعد العسكرية الأمريكية اللي موجودة بالعراق وبسوريا؟ خصوصا وبعد كل قصف أمريكا تنفي مشاركتها وأنه إسرائيل تتصرف من دون علمها. وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستون صرح بأنه إذا استهدفت إيران أو وكلائها المصالح الأمريكية فالولايات المتحدة راح تتخذ كل الإجراءات الرادعة. هذا التصريح إجا بعد مناوشات بين عراقچي وكيربي، الأول يقول راح نرد والثاني يقول ننتظر ونشوف. كنا نعرف أي توتر يصير بين طهران وواشنطن يتحول العراق ساحة لتصفية حساباتهم. إيران تقصف فيكتوريا وعين الأسد وأمريكا ترد بجوف الصخر. حتى الساعة الدول كلها تعيش حالة توتر والمنطقة مثل برميل بارود، كل تصريح استفزازي يزيد من احتمالية انفجاره.